السلام عليكم. اليوم نروح لباب الزوار باش نشوفوا المشروع نتاع الانجاز تاع المقر الرئيسي لشركه الخطوط الجويه الجزائريه، واللي راه قيد يعني الانشاء بعد سنوات من التاخر. اذا الاشغال راهي تعرف وتيره متسارعه لتغطيه البنايه، وهنا نشوف يعني بنايه زجاجيه اللي راهي ان شاء الله يكون واحد من أفضل وأحسن البنايات في المنطقة هذه تاع الأعمال تاع باب الزوار، واللي أكيد راح يكون إضافة عمرانية للمحيط بصفة عامة. نخليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.